شاهد أداء صلاة الاستسقاء في العاصمة صنعاء والمحافظات، فلنتابع التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أدى المواطنون اليوم صلاة الاستسقاء في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات تضرعا إلى الله وطلبا للرحمة والغيث، عملا بسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث خرجت جموع المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء في الجبانات والساحات، راجين من الله تعالى أن ينزل غيث الإيمان في القلوب والرحمة في الأوطان. وابتهل المصلون إلى المولى عز وجل بقلوب مؤمنة خاشعة ويقين صادق بأن يمن على عباده بالرحمة والمغفرة في الدنيا والآخرة، وأن يرفع الشدة ويقلل الغمة الناتجة عن تأخر نزول الأمطار وجذب الأرض والجفاف. وشهدت صلاة الاستسقاء في العاصمة والمحافظات والمديريات وذبح الذبائح تقربا إلى الله تعالى وطمعا في رحمته. وكانت رابطة علماء اليمن دعت جميع المواطنين الخروج إلى الجبانات والساحات المحدودة لأداء صلاة الاستسقاء بخشوع وتضرع.